اشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يطرفك. شوف عملك توديك في ده يا يلا. حاضر يا فندم. اركب انا حفرقك يا طورف. سامحوا النبي يا شويش عطية. لم ممكن أسمحه أبداً أبداً. يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق. رجب لم يتخلص نهائياً من ركوب الهواء، وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم. يا جدع أنا ما بفهمش كلامك، اسكت أنت. يا لك من شنقيط. شنقيط؟ شنقيط يعني يا منير؟ أيوة شنقيط. قصده يقولك يعني إن الجردل وقع منه غصب عنه. غصب عنه بكيفه، اسمه إهمال، والإهمال في العسكرية يضيع أرواح ولا بد من جزاته. اغفر له يا شويش، لقد حصل اليوم على تصريح كي يتأهل. يتأهل؟ يتأهل يعني خد أجازة عشان يتجوز. يتجوز؟ طب ما دام هيتجوز مفيش داعي للجزاء. تعجبك؟ كل من ناحيتك يعجبني، الحلم عمره ما يجيب حاجه وحشه. انا اديت الرسم للسايب ارمال في شارع شريف، خدت صوره من مجله فرنجي. رخ رضيها يرد الروح. كله عشان خاطر ناديه. يا فين عشان نقدمه لها الشبكه؟ روح عنده ناديه يا معلم. هم يا معلم. أنا جاهزة وجاية معك.
الأمر صاحب الأمر يا بنتي. نورت يا عروسة. مبروك يا عروستنا. دستور يا محترمين، دستور يا مباركين يلي فرحنا مشرفين ومنسيين. لا لا لا، تركي زعلان تركي غربان، من شان مشتريات حاجات محتاجة. قولي لهم أنا تحت أمرهم ومستعد لكل طلباتهم، بس زي النهاردة كتب الكتاب. ايه الهيصة دي؟ انت عندكم انتخابات النهاردة؟ انت مخك راح لفين؟ دي خطوبة عقبال عندك. طب ما هو عندي عقبال عباس الزفر. ما خطوبة المعلم عباس الزفر. عباس الزفر؟ ايوه. لزم كمان كمان شيشات مكسام كهرباء. أمان مساء الخير يا رجب. مساء الخير يا عم. انت جيت امتى؟ من ساعة ما لبستوها الشبكة. أنا مش عاوز أكون صغير في عينك يا رجب، ومش عاوزك تظلمها هي أخرى. على العموم مبروك يا عمي. نادية ضحت بنفسها عشاني، عشان ما ننزلش لعباس اللي حجز على عفشي وكان عاوز يعمل لنا فضيحة في وسط الخلق. مصدقك يا عمي، أنا أتمنى لها السعادة من كل قلبي، وربنا يجعلها في كل خطوة فرحة. وأنت يا ابني؟ أنا ليا ربنا هو والبحر لا سرتها ما تلزمنيش. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فإذا لم يكن ما تريد فارض بما هو كائن، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. والدنيا مليانة حاجات حلوة، الطويلة والقصيرة، السمرة والشقرة، الرفيعة والتخينة، ده أنا بكرة هيصك. أنا مش عاوز تهيصني ولا حاجة، أنا عاوز نادية. وما السبب في فشل هذه الزيجة المباركة؟ الدين، عم استلف 150 جنيه من عريس الغبر الله يخرب بيته. قبح الدين، إنه هم بالليل ومذلة بالنهار. يا شيخ دي بسيطة خالص، 150 جنيه، ومادام الحكاية لسه خطبة ولا تحمل هم. ما حملته يا منير واللي كان. من هنا لغايه ما نرجع من ضرب النار هكون شفت لك حل. ومتى نرحل لضرب النار؟ بكره الصبح. يلا بينا. مولى المقدم. بطيئا للامام مكنه يسار. بطيئا للامام مكنه يسار.